بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل طلبتنا الأعزاء ولكل المشاهدين. ستكون المحاضرة هذا اليوم حول المش، وهو الجزء الثاني من خطوات السيميليشن، وستركز المحاضرة على هذه النقاط الرئيسية، ولكن على نحو الإيجاز ليس على نحو الإسهاب والإطالة. والمحاور الرئيسية التي نتطرق إليها إن شاء الله هي المش ويندوز انترفيس والمش إليمنت شيب، المش تايبس، مش كنترول، مش متريك، اند مش كواليتي. قبل البدء بشرح تفاصيل المش، نعود إلى الذاكرة حول خطوات السيميليشن أي المحاكاة، وقلنا أنها تبدأ برسم الشكل الجيومتري، من بعدها ننتقل إلى خطوة المش أي تكوين الخلايا التي تحسب عندها المعادلات الرياضية والفيزيائية وغيرها، من بعدها خطوة السيتاب اللي هي تمثل إعطاء المعطيات واختيار المعادلات والمتغيرات وكل ما يخص ما نحتاجه في السيميليشن لأي إجراء نقوم به. ننتقل بعدها إلى خطوة السوليوشن أي الحل، وبعدها الريزولت أي النتائج. ولإعطاء فكرة بسيطة وعامة حول إجراء معين من إجراءات السيميليشن وكمحصلة أخيرة لكل هذه الخطوات، هو الريزولت. فنأتي هنا إلى هذا المثال، وهو عبارة عن خلاط للماء الساخن والبارد، وهذه التدريجات تمثل قيم المتغير الذي قمنا باختياره. مثلا قمنا باختيار temperature، فالتدريجة تبدأ من الرقم الأقل إلى الرقم الأعلى، فهنا نلاحظ درجة الحرارة بالجلفن وهي تقارب 299، وأعلى درجة حرارة باللون الأحمر وهي تقريبا 340. ونلاحظ أنه أقل درجة هي عند دخول الماء البارد، وأعلى درجة حرارة هي عند دخول الماء الساخن، ونلاحظ تغير اللون في مخرج هذا الخلاط لدرجة حرارة تقع بين 3.19 إلى 3.29، أي درجة حرارة الماء هنا دافئة بالنسبة أو مقارنة مع دخول الماء البارد ودخول الماء الحار. وهذا مثال بسيط عندنا لنتيجة من نتائج المحاكاة. وأيضا نود الذكر أنه لا يمكن إتمام أي خطوة من هذه الخطوات ما لم يتم إتمام الخطوة السابقة لها. فنقوم الآن بتتبع هذه الخطوات خطوة بعد أخرى، بدءا بالمش بعد إكمال الجيومتري. فنلاحظ أنه عند اكتمال الجيومتري وبطريقة صحيحة وبدون أي مشاكل، نلاحظ هذه العلامة أي علامة الصحيح أو الصح. من بعدها ننتقل إلى خطوة المش ونلاحظ العلامات، كل علامة تدل على إجراء معين
تم إجراؤه أو لم يتم إجراؤه بعد أو في خطوة وسطية. فهنا الرفرش، هذه العلامة تدل على الرفرش، ويجب الانتباه والتمييز بينها وبين علامة الروتيت في الرسومات أو البودي موفمنت. فهنا نلاحظ اتجاه الأسهم مع حركة عقارب الساعة. نعمل رايت كليك ونلاحظ ظهور أو انبثاق هذه القائمة. نذهب إلى ريفريش، وهنا الفائدة من الريفريش تحديث معلومات المش حول الجيومتري، أي القيام بنقل الجيومتري، تفاصيل الجيومتري إلى داخل فقرة أو نافذة المش. فنلاحظ تغير العلامة من الريفريش إلى الأبديت، هذه العلامة تعني الأبديت التحديث. فيمكن إجراء الأبديت عن طريق رايت كليك وأبديت، وفي هذه الحالة بدون دخولنا إلى نافذة المش سيقوم البرنامج بتكوين المش أوتوماتيكيا حسب الخصائص الموجودة أو الخصائص الديفولت الرئيسية للبرنامج. لكن بما أنه نحن نريد تغيير هذه الخصائص للمش وبقية الإجراءات، نختار Edit تحرير، والتي تقوم بفتح نافذة المش. والآن فتحت لنا النافذة الرئيسية للمش، وسنقوم بشرح تفاصيل هذه النافذة بما يعبر عنه الانترفيس لهذه النافذة قبل شرح تفاصيل المش. نلاحظ هذه التفاصيل تخص النافذة الرئيسية. هنا التول بار، شريط الأدوات، وهنا الأوتلاين، النافذة التي تحمل أو تحتوي على مكونات عديدة، منها الجيومتري والكوردينيتس وكونتاكت ريجون والمش وبقية التفاصيل وأي شيء موجود هنا في الوركشيت أو الجرافيك ويندو. كل هذه التفاصيل المكونات موجودة هنا، ولكل مكون من هذه المكونات تفاصيل وخصائص موجودة في الـ Details View. مجرد أن نعمل كليك على أي واحد من هذه الأيقونات أو المكونات تظهر له تفاصيل Details View. وهنا لدينا الـ Manage View، أي طريقة إدارة العرض، وهنا Section Planes عندما نقوم بقص أو قطع الشكل من أي منطقة نريد لبيان ما بداخل هذا الشكل من ترتيب للخلايا وغيرها. وأيضا هنا المسج ويندو التي هي نافذة المعلومات أو نافذة الرسائل. وهنا لدينا نافذة مهمة وهي الميش متريك، والميش متريك تمثل مخطط يحتوي على بيانات تمثل عدد ونوعية الخلايا ودقة الخلايا، وسنقوم بشرحه بتفصيل أكثر في الخطوات اللاحقة. وهنا اليونت بار، يونتس بار شريط الوحدات، والإنتري ديتيلز بار شريط تفاصيل أيضا. وهنا لدينا الورك شيت أو الجرافيك ويندو. فقبل أي إجراء نلاحظ ثلاث مكونات رئيسية في نافذة الأوتلاين، التي هي الجيومتري، الشكل أو المجسم، والكوردينيت سيستمز نظام الإحداثيات، والمش. نأتي هنا إلى الجيومتري، يأخذ الجيومتري بصورة عامة، لكن إذا أردنا أن ننظر إلى مكونات هذا الجيومتري نعمل ليفت كليك
على هذه العلامة، علامة الزائد، ونلاحظ أنه يتكون من قطعة واحدة solid. فإذا كان يتكون من أكثر من قطعة أو أكثر من body فستسلسل هنا واحدة تلو الأخرى. وأيضا لدينا هنا coordinate system يظهر global coordinate system، والمكون الأخير هو المش الذي سيتركز شرحنا في هذا الدرس حوله، حول فقرة المش. التزاما منا بالمنهج الدراسي ولضيق الوقت سنقوم بشرح المش كمقدمات introduction حول المش، وليست دراسة متعمقة أي advanced study. قبل الشروع بتفاصيل المش سنقوم بإجراء حالة مش بسيطة أو بدائية. نلاحظ الآن أنه الشكل هو قطعة واحدة، كتلة واحدة، وهذه الكتلة موجودة ضمن الجيومتري. ونلاحظ هنا علامة الصح على الجيومتري وعلى السوليد وعلى الكوردينيتس، ولكن نلاحظ علامة الأبديت على المش. وهنا هذه العلامة لها معنيين، معنى للجنريت ومعنى للأبديت. وهنا تخص الجنريت، جنريت مش، نلاحظ جنريت وأبديت، وأيضا كرييت بنش كنترولز. فنقوم بعملية الجنريت عن طريقين، الطريق الأول رايت كليك ونختار جنريت مش، أو نذهب هنا إلى التول بارز ونختار جنريت مش. وهنا هذا العداد يمثل مراحل وزمن تكوين المش. نلاحظ أنه تحول إلى عدة خلايا، تحول إلى عدة خلايا، وهذه الخلايا تمثل المش أي شبكة الخلايا ولا تمثل الجيومتري. وهذا السوليد جيومتري وهذا هو المش أي تكوين الخلايا. وأيضا تفاصيل المش موجودة في Details of Mesh، والتي هي تتكون من عدة فقرات. نلاحظ Display، وتحت عنوان Display نلاحظ Body Color موجودة ضمن Display Style، وهناك عدة ستايلات مختلفة مثلا Skewness و Elements Quality أي نوعية جودة الخلايا، والAspect Ratio وغيرها من الفقرات الأخرى. Defaults التي هي الخصائص الثابتة أو الرئيسية للبرنامج، فنلاحظ هنا Physics Performance أي المفضل، الفيزيائية المفضلة أو التي تقص الجيومتري أو البدي. وهنا نحدد نوعية هذا المش، أهو للميكانيكال الميكانيكي أو الإجراءات الميكانيكية أو CFD أو الإلكترومغنيتكس وغيرها. بما أننا نعمل على الفلوينت فنختار CFD لعملنا على جريان المواع التي معناها CFD هي مختصر Computational Fluid Dynamic أي حسابات ديناميكية الموائع. وهنا السولفر اللي هو الفلوينت، ونستطيع أن نختار CFX أو البوليفلو إذا كنا نعمل على CFX أو البوليفلو.
ولكن هنا نحن في نافذة الفلوينت. الإكسبورت فورمات ستاندرد وموجودة لارج موديل سبورت والستاندرد. لدينا هنا السايزينج فقرة مهمة والتي تتكون من عدة فقرات، وأيضا الكواليتي النوعية أو جودة الخلايا، والإنفليشن هي تكوين طبقات عند الجدران، والأسيم بوليمش ويتكون من طريقتين هي الكاتسيل والتتراهيدرونز، وأيضا الأدفانس هنا القصاص متقدمة للمش، والستاتستكس الإحصائيات والتي تقوم بإحصاء عدد النودات النقاط، أي كل نقطة تربط خليتين أو أكثر، مثلا هذه النقطة وهذه النقطة هي النودز، بينما الإليمنتس تخص الخلية بكاملها. هذه مقدمة بسيطة عن الديتيلز فيو حول المش. بالنسبة لأشكال خلايا المش، نلاحظ هنا هذه الأشكال الرئيسية والتي هي تيتراهيدرال وبيراميدال والويج وهكساهيدرال. النوع الأول، كل وجه من أوجه الخلية يتكون من ثلاثة أضلاع، بينما الطريقة الثانية نلاحظ أن للخلية قاعدة مربعة، أما بقية أوجه الخلية فتتكون من ثلاثة أضلاع. وهنا لدينا الوجه التي الخلايا تكون فيها على شكل عتبة، والهكساهيدرال تكون الخلية على شكل مكعب، ونلاحظ هنا الاختلاف في هذه الأشكال. وحقيقة اختيار نوع الخلية وشكل الخلية يعتمد على، فتحت هذا العنوان اللي هو Meshing 3D Geometry، فنلاحظ أنه لـ 3D Cell Types هذه الأنواع التي تخص الـ 3D. ونأتي هنا الـ First Meshing Approach والـ Second Meshing Approach، المنهجية والطريقة والوسيلة. فنلاحظ هنا ملاحظتين أساسيتين أو طريقتين أساسيتين، الـ Part Body Based والـ Part Body Methods. هنا اعتمادا على الجيومتري بحيث يتكون من بارت أو بودي واحد، البارت يحتوي كتل متعددة ولكن البودي هو كتلة واحدة. فهنا المش يعتمد اعتماد أساسي على تكوينة الشكل. فنأتي هنا إلى الميثودز التي تخص طرق المش، ونلاحظ الطريقة الأولى هنا التتراهيدرونز التي تتكون من الخلية من النوع الأول فقط، ونلاحظ تتراس أولي. لدينا الطريقة الثانية من طريقة المش، ألا وهي طريقة السويب، ويجب أن نميز بين أشكال وأنواع الخلايا وطرق المش. السويب يتكون من نوعين من الخلايا، البريزمز والهكساهيدرونز، يتكون من طريقتين من الخلايا. وكما نلاحظ في هذه الأشكال المتعددة، كل شكل أخذ طريقة معينة من طرق المش اعتمادا على مكونات الشكل، مكوناته وشكل كل مكون من هذه المكونات. الطريقة الثالثة هي المولتي زون، هنا ميلي هيكساهيدرون، أي أساسيا تتكون من الهيكساهيدرون المكعبة،
النوع الرابع اللي هو هيكس دومينيت، وهو ملائم لأشكال أخرى غير السي اف دي. والطريقة الأخيرة هي الأوتوماتيك، والأوتوماتيك ستكون المش اعتمادا على الشكل الموجود ومكونات هذا الشكل Combines any types، أي مكونة من أي نوع من هذه الأنواع. أما Second Meshing Approach فهي طريقة Assembly Meshing، أي تخص بتجميع الشكل أو عدم تجميع الشكل. مثلا هذا الشكل يتكون من كتلة صلبة خارجية وبداخله كتلة سائلة. فهنا طريقة المش بالنسبة لهذه المكونات إذا كنا نريدها بطريقة واحدة أو بطرق متعددة أو بالاعتماد على مكونات الشكل كأنه يتكون من كتلتين أو اعتباره كتلة واحدة. فهذه التفاصيل تخص الأسيمبلي ميشنج ميثود، وأساسيا تتكون من نوعين من أنواع الخلايا، هي الهكساهيدرونز والتتراهيدرونز. وأيضا لدينا هنا ملاحظة مهمة حول طرق المش، وهي الباتش كونفيرمينج والباتش اندبندنت. الطريقة الأولى تقوم بمعالجة الشكل إذا كانت هنالك خطوط، أو قمنا بنقل الجيومتري من برنامج إلى برنامج آخر، أي مثلا قمنا بنقل الجيومتري من برنامج الكاتيا إلى برنامج الأنسز. فالطريقة الأولى هي Clean CAD أو Accurate Surface Mesh، تقوم بتنظيف الشكل وتكوين الخلايا بعد تنظيف الشكل من الخطوط الزائدة. ولكن الطريقة الباتش اندبندنت تبقي هذه الخطوط على حالها وتكون المش، وهذا المش سيتأثر بهذه الخطوط. وأيضا بالنسبة للفرق بين التترا مش والهكسا مش، نلاحظ الفرق في عدد الخلايا. فالتترا مش يكون عدد خلايا أكبر من الهكسا مش، إضافة إلى دقة ونوعية هذه الخلايا. فبالنسبة للمش متريك وفقرة أو اختيار السكيونس معناه التواء الخلايا، فنلاحظ أنه كلما كان الماكسيمم سكيونس قليل دل على دقة الخلايا وجودتها. ففي طريقة التترا مش نلاحظ أنه جودة الخلايا أو الماكسيمم سكيونس هو 0.8، ولكن في الطريقة الثانية وهي طريقة الهكسا مش نلاحظ الماكسيمم سكيونس هو 0.6، أي دقة أعلى وعدد خلايا أقل. نأتي هنا إلى التو دايمنشن ميشنج، الأشكال ثنائية الأبعاد. ونلاحظ هنا الطرق الأربعة لطرق المش في الأشكال ثنائية الأبعاد، وهي الأوتوماتيك والترنجلز والمالتيزون كودا أند ترنجل والكودا. الكودا تكون فيها الأشكال شبه مربعة، أما الترنجل فتكون جميع الخلايا هي عبارة عن مثلثات، والأوتوماتيك يجمع بين الطريقتين، وذلك بالاعتماد على الشكل. وأيضا المالتيزون عندما يكون الشكل يتكون من مناطق مختلفة الأشكال والقياسات. فنلاحظ في الطريقة الأولى تكون الأشكال أوتوماتيكيا اعتمادا على التقوس والاستقامة والمسافة بين هذه الخطوط. ننتقل الآن إلى
السيطرة على المش من حيث السايزينج وبقية الخصائص، وهذه الخصائص تؤثر بصورة مباشرة على دقة المش وأيضا على نتائج السيميليشن. فهنا Global Mesh Controls السيطرة على المش بصورة عامة من هذه القوائم. نلاحظ لدينا هنا المش ديتيلز، تفاصيل المش، وتتكون من النافذة الأولى اللي تشمل السايزنج أي الحجوم، السيطرة على الحجوم بالنسبة للخلايا، وأيضا الانفليشن، طبقات الخلايا عند الجدران، والنافذة الأخيرة اللي هي أدفانس، الخصائص المتقدمة للمش. فنأتي هنا إلى الديفولت، ديفولتس الخصائص الأساسية اللي البرنامج محددها. فنلاحظ أنه الفيزيكس هي السي اف دي، والسولفر هو الفلوينت، وهنا الريليفانس التقسيم الطبيعي للخلايا. مثلا إذا فرضنا أو أردنا تقسيم شكل مساحة مقطعه 10×10 كأن يكون مربع، فعند إعطاء تقسيم هو لدرجة درجة سيقسم 10 لكل عمود، ولكن إذا غيرنا الريليفانس بنسب معينة هذا التقسيم سيتغير إما إلى الأكثر أو الأقل، وسنشرح بصورة مفصلة حول هذه الفقرة. فنأتي هنا إلى الـ Advanced Sizing Functions، نأتي إلى فقرة السايزنج وهي الفقرة الأولى، وأيضا قبلها قلنا الريليفانس، هذا هو الريليفانس بالنسبة للديفولت 0، لكن نستطيع تغيير هذا الرقم. نأتي هنا إلى السايزنج، السايزنج بدءا بـ User Advanced Size Function الوظائف، فلدينا الكيرفيتشر بروكسيميتي والفيكست، ونستطيع ايضا نفعل بروكسيميتي اند كيرفيتشر، وايضا اوف ايقاف، وايضا هنالك فقره اخرى من فقرات السايزنج وتخص بروكسيميتي هي الفيس اند ايج والفيسز والايج. نأتي هنا لتمييز الفرق بين هذه الطرق، فعندما نختار off فالبرنامج سيعمل بنظامه الأوتوماتيكي default، أي لا يعير اهتمام بالغ إلى الدوائر والأماكن المتقاربة، لكن إذا فعلنا curvature فسيقوم البرنامج بتنعيم أي تصغير حجم الخلايا عند الأقواس والأماكن الدائرية للحفاظ على التقوس، تقوس الأشكال الدائرية وعدم تحولها إلى أشكال مضلعة نسبة إلى أضلاع الخلايا، بما أنه الخلايا تتكون من أضلاع، فإذا قمنا بإطفاء الكيرفيتشر ستؤثر هذه أضلاع الخلايا على الشكل الدائري للأقواس والدوائر. أما بالنسبة للبروكسيميتي، البروكسيميتي يقوم بتنعيم الخلايا عند الأماكن المتقاربة، فنلاحظ عند تفعيل الكيرفيتشر فقط لا يوجد هنالك اهتمام بالأماكن المتقاربة أي الأماكن ذات السمك القليل، ولكن البروكسيميتي يقوم بتفعيل هذه الخاصية. ونلاحظ هنا أن الدائرة تغير شكلها إلى مضلع نتيجة لإهمال تفعيل الكيرفيتشر، وأيضا بالاستطاعة الحفاظ على دقة المش في الأماكن الدائرية والقريبة عن طريق تفعيل الكيرفيتشر and proximity.
ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات السايزنج وهي الإليمنت سايز، أي حجم الخلية أو العنصر. وهذه النافذة المحددة بالمربع الأحمر هي السايزنج. فقلنا بالنسبة للطريقة الأولى هي التحكم بالكيرفتشر أند بروكسيميتي وغيرها. الآن نتحدث عن الإليمنت سايز، الإليمنت سايزنج، ونلاحظ أنه الإليمنت سايز إذا كان الديفولت سيأخذ خصائص البرنامج الأساسية. والجزء المهم من الإليمنت سايز هي المينيموم سايز والماكسيموم فيس سايز والماكسيموم سايز. المينيموم سايز أي أصغر خلية، حجم أصغر خلية يمكننا التحكم به عن طريق المينيموم سايز. ولدينا الماكسيموم فيس سايز هو حجم أكبر وجه أو الحجم اللي نعطيه للوجه من أوجه الخلية. ولدينا الماكسيموم سايز، ونلاحظ أنه يجب أن يكون الماكسيموم فيس سايز مقارب لنصف قيمة الماكسيموم سايز. حجم الماكسيموم فيس سايز مقارب أو نصف حجم أكبر خلية. نلاحظ هنا المينيموم سايز أصغر أو يساوي الماكسيموم فيس سايز، وأيضا الماكسيموم فيس سايز أصغر أو يساوي الماكسيموم سايز. يجب أن نمشي أو نتماشى مع هذا الرينج أو هذه المعادلة للتقييم بالنسبة للحجوم. أيضا فقرة أخرى مهمة من فقرات السايزنج هي الجروث ريت. جروث ريت نسبة النمو، أي نمو خلية بالنسبة للخلية قبلها. فإذا كانت الخلية الصغيرة حجمها 1 مليم، فالخلية الثانية ستكون 1.1 إذا كان الجروث ريت 1.1. ولكن نستطيع تغيير هذه النسبة بالنسبة لنمو الخلايا، مثلا نعطيها 1.2 أو 1.3. ونلاحظ أنه الجروث ريت له تأثير مباشر على عدد الخلايا وحجمها. فإذا كانت نسبة النمو من 1 إلى 1.1، فراح يكون عندنا عدد الخلايا هو هذا الشكل. لكن إذا قمنا بتزيد نسبة النمو للخلايا سيقل عدد الخلايا. وأيضا هذا النمو له دور أساسي وفعال في دقة المش وأيضا دقة الحل. وأيضا لدينا الترانسيشن، تحول الخلايا الذي يؤثر على نسبة النمو للخلايا. فلدينا ميديوم وسلو، لدينا ترانسيشن سلو اند فاست. فالترانسيشن هو السيطرة على النسبة التي سيبدأ عندها نمو الخلايا. فإذا كانت هذه النسبة أو السيطرة بطريقة السلو، سيكون التحول للخلايا تحول ناعم. ولكن إذا اخترنا الفاست، سيكون التحول لخلايا أكبر مما يؤثر على دقة المش. ونلاحظ هنا لدينا مثالين لتحول الخلايا عن طريق الترانسيشن. فعن طريق الفاست نلاحظ أنه عدد النودات والإليمنت أقل مقارنة مع طريقة السلو، وأيضا حجم الخلايا يكون أكبر، والتحول من خلية إلى خلية يكون تحول سريع وتحول كبير، أي لا يعطي نسبة نمو متسلسلة مقارنة مع طريقة السلو. نلاحظ أنه عدد الخلايا أكثر وبنعومة أعلى، وأيضا عدد خلايا أكثر. وأيضا طريقة أخرى من طرق التحكم هي السناب أنجل سنتر. لدينا ثلاث طرق، الفاين والكوريس والميديوم.
الكوريس هي عبارة عن خلايا كبيرة، والفاين هو نعومة أكثر، والميديوم وسط. فنلاحظ هنا الفرق عند التقوسات. فإذا اخترنا الكوريس سيكون هنالك تضلع أو ظهور الأضلاع بالنسبة للخلايا بشكل واضح. في الميديوم يكون هذا التضلع أقل، ولكن في الفاين ستكون هنالك نعومة عالية بالنسبة لأضلاع الخلايا وحفاظا على التقوس بالنسبة للأشكال المقوسة. ونلاحظ أيضا هنا مدى أو الرينج بالنسبة للزوايا لكل من الكوريس والميديوم والفاين. أيضا هنالك تأثير آخر وهو تأثير السموثينج. نستطيع تغيير خصائص السموثينج، أيضا لها تأثير على هذه الأشكال بالنسبة للنعومة، لنعومة الخلايا. ننتقل إلى الانفليشن، أي تكوين طبقات عند الجدران، طبقات عند الجدار. وهذه الطبقات أو طريقة المش لها فوائد عديدة، مثلا resolve viscous boundary layer in CFD و resolve thin air gaps in electromagnetic analysis و resolve high stress concentration. لها فوائد في كثير من أنواع السيميليشن. وهنالك طرق عدة ممكن استخدامها في الانفليشن، وهي الاوتوماتيك انفليشن، ويعتمد على النظام الخاص بالبرنامج. فنلاحظ هنا لدينا اختيارين، البروجرام كنترولد والال فيسز تشوز نيم سيلكشن. وبالنسبة للطرق الانفليشن اوبشن لها تأثير على الترانسيشن ريشيو، الماكسيمم لايرز، الجروث ريت وغيرها. ونلاحظ هنا الطرق الرئيسية للانفليشن. الطريقة الأولى هي السموث ترانسيشن، ولدينا الطريقة الثانية اللي هي فيرست لاير ثيكنس، نعطي سمك الطبقة الأولى وعن طريق خصائص أخرى متقدمة مثل الواي بلاس وغيرها، وعن طريق معادلات نستطيع التحكم بهذه نسبة النمو للخلايا اعتمادا على الفيرست لاير ثيكنس. وايضا التوتال ثيكنس نستطيع اعطاء السمك الكلي للانفليشن، والفيرست اسبيكت ريشيو واللاست اسبيكت ريشيو، ولكل واحدة من هذه استخدام معين يعتمد على الجيومتري وعلى السيميليشن اوبشنز. فنأتي هنا إلى تطبيق ما قمنا بشرحه نظريا إلى تطبيقه عمليا، ولكن قبل ذلك يجب أن نعطي تسميات لمداخل ومخارج الشكل. فهذا هو عبارة عن مكسر للهوت أند كولد ووتر، فيجب أن نعطي مدخل للماء الحار والبارد ومخرج للخليط الماء الساخن والبارد. فنأتي هنا نعمل ليفت كليك، بعدها رايت كليك، ونذهب إلى create named selection، أي نعطي تسمية. فنعطي cold inlet، cold inlet. اوكي، بعدها نذهب الى الهوت انليت وايضا نختار سيليت نيم سيليكشن ونكتب هوت انليت. اوكي، ونختار الاوتليت اي المخرج اوتليت. اوكي، نلاحظ ظهور
شيء جديد أو أيقونة جديدة في نافذة الـ Outline وهي الـ Named Selections، ونلاحظ ما قمنا بإعطائه من تسميات. وعند اختيار الـ Cold Inlet نلاحظ سطح الـ Cold Inlet أصبح بالشكل هذه الدائرة الحمراء، وأيضا ظهرت هذه الأيقونة، وأيضا الـ Hot Inlet والـ Outlet. الآن قمنا بإعطاء هذه المعطيات. الآن نذهب إلى التحكم بالميش، وقلنا بدءا بالريليفانس. فإذا كان الريليفانس 0 أي التقسيم الطبيعي للخلايا، ولكن إذا قمنا بإعطاء قيمة أعلى أي قمنا بزيادة التقسيم، فنستطيع أن نعطي جنريت ميش. سنلاحظ تغير نعومة المش، نلاحظ زيادة عدد الخلايا. نعطي عدد أكثر ونعطي جنريت، نلاحظ أصبح عدد الخلايا أكثر وحجم الخلايا أقل. الآن نعود إلى الحجم الطبيعي لكي نلاحظ الفرق. لاحظنا أنه حجم الخلايا زاد وعدد أقل. نذهب الآن إلى السايزينج، وقلنا أن الكيرفيتشر تكون خلايا صغيرة عند الأقواس للمحافظة على التقوس، والبروكسيميتي تكون خلايا صغيرة عند الأماكن المتقاربة، واليونيفورم هو موحد لكل الجسم الجيومتري. ونستطيع أن نفعل Proximity and Curvature، فنفعل Curvature وهو مفعل طبيعيا، وأيضا نستطيع أن نفعل Proximity and Curvature، وكل تغيير يجب أن نعطي Update أو Generate Mesh. بعد هذه الخطوة نذهب إلى Relevance Center، وأيضا لدينا ثلاثة خيارات هي الكورس والميديوم والفاين، وهذه أيضا تقوم بتنعيم أو تكبير الخلايا. ونختار مثلا فاين، سنلاحظ الفرق. نلاحظ كيف تغير شكل وحجم الخلايا. نذهب إلى اختيار آخر وهو الـ Growth Rate، نلاحظ أنه الطبيعي 1 إلى 1.2، لكن نستطيع أن نعطي 1 إلى 1.3. نختار Generate Mesh. أو نعطي تقسيم أقل، 1 إلى 1 أي 1.1. نعود إلى الكيرفيتشر، وأيضا نعود إلى الكورس لكي نلاحظ الدقة في تغيير حجم وشكل الخلايا طبقا إلى المتغيرات في Details View. Generate Mesh. نذهب إلى Growth Rate، نعطي 1.1، وقلنا السناب أنجل سنتر أيضا فيها ثلاث خصائص. ونلاحظ هنا المينيمم سايز والماكسيمم تيترا سايز والكيرفيتشر نورمال أنجل. وعند إعطاء المينيمم سايز حجم أقل، يجب أن تكون
المينيمم سايز في علاقة مع الديفيتشر سايز. فعند تغيير أحد عناصر السايزنج يجب الانتباه إلى بقية العناصر الأخرى. ولدينا الماكسيموم تترا سايز هي 46 مليمتر، فنستطيع أن نغيرها إلى 20 مليمتر. وأيضا يجب أن نلاحظ حجم الماكسيموم فيس سايز، قلنا أنه يجب أن يكون مساوي أو أصغر. الفيس سايز يجب أن يكون مساوي أو أصغر للماكسيموم سايز، فنعطي 10. ونلاحظ تحول علامة المش إلى علامة الأبديت، فيجب أن نعطي أبديت أو جنريت مش بعد كل خطوة من خطوات التغيير داخل المش ديتيلز فيو. نلاحظ تغير حجم الخلايا من الخلايا الكبيرة إلى الصغيرة اعتمادا على حجم الخلية الذي قمنا بتغييره. ايضا بالنسبة للكواليتي يمكن عن طريق ايضا التحكم بدقة وحجم الخلايا. فهنا نلاحظ التارجت سكيونس الالتواء بالنسبة للخلايا الديفولت هو 0.9، نستطيع تغيير هذا الرقم. وايضا السموثينج النعومة نستطيع ان نختار هاي، وهذه الهاي تزيد من دقة الخلايا. بالنسبة للكيرفتشر نورمال انجل نستطيع ايضا ان نغيرها، نلاحظ انه بالديفولت 18، نستطيع ان نغير هذا الرقم الى 10 مثلا. ونعطي جنريت. وايضا تكلمنا عن الترانزيشن، قلنا انه هنالك طريقتين في الترانزيشن هي الفاست والسلو. فاوتوماتيكيا هنا اخذ البرنامج السلو، نستطيع ان نغير الى الفاست، وهذا ايضا له تأثير على الخلايا. ننتقل الان الى الانفليشن اي الطبقات، نلاحظ انه هنا لا توجد طبقات عند الجدران، فنذهب الى الانفليشن ونختار البروجرام كنترول ونعطي جنريت. نلاحظ الان تكون طبقات من الخلايا عند الجدران. وايضا ملاحظة مهمة انه يجب اعطاء تسميات للمداخل والمخارج قبل إعطاء الانفليشن. فإذا لم نكن قد أعطينا أسامي إلى الانليت والأوتليت سيعتبرها البرنامج كجدار، وإذا اعتبرها جدار سيكون شكلها من الخارج كشكل هذه الاسطوانة، وفقط عند قطع الشكل يمكن ملاحظة الطبقات الانفليشن. ونلاحظ ايضا هنا خمس طبقات متكونة اعتمادا على طبقات الانفليشن ماكسيمم لايرز 5، نستطيع تغيير هذا العدد. ايضا نذهب الى الكواليتي، وفي الكواليتي نفعل الميش متريك اي الاحصائيات الخاصة
بشكل وأعداد ودقة هذه الخلايا. فنذهب إلى مثلا السكيونس، عندما فعلنا المش متريك ظهرت هذه النافذة، وهذه النافذة تمثل أعداد الخلايا. ونلاحظ أنه في داخل هذا المخطط شكلين لكل فقرة من الفقرات، فكل شكل يمثل نوع من أنواع الخلايا المتكونة. نلاحظ في هذا الشكل هو البريزم، أي الخلايا التي تكون على شكل هرم أو ويج، ولكن هنا نلاحظ الخلايا شكلها يختلف، فكل خط من هذه الخطوط يمثل نوع من أنواع الخلايا. وهنا number of elements، أي أعداد الخلايا، والـ element metric أو الخط الأفقي يمثل الفقرة التي قمنا باختيارها. فمثلا الماكسيمم مش متريك، ماكسيمم 0.82 الذي يمثل هذا الرقم، والمينيمم يقرب إلى الصفر. وأيضا نذهب إلى الستاتستيكس الإحصائيات، ونلاحظ عدد النودات أي النقاط التي تربط الخلايا، والإليمنتس تخص عدد العناصر أي عدد الخلايا بصورة عامة. الآن ننتقل إلى Local Mesh Controls، وهي عن طريق Right Click على المش ونختار Insert. وفي الInsert نلاحظ قائمة أخرى وهي Method Sizing Contact Sizing Refinement Map Phase Meshing Match Control Pinch والInflation. Method هي طرق المش التي تطرقنا إليها في بداية المحاضرة. السايزينج هو إدخال حجم، والكونتاكت سايزينج هي مناطق التداخل. الكونتاكت سايزينج هي منطقة التداخل بين كتلتين إذا كان الجيومتري متكون من أكثر من كتلة، والريفاينمنت هو التنعيم، والماب فيس ميشنج أي جعل الخلايا تسير بشكل مخطط له أي مخططة ومنظمة. الماتش كنترول هو التقاء بين منطقتين فتنسيق المش بين هاتين المنطقتين أو الانتقال من منطقة إلى أخرى. وأيضا لدينا البينش والإنفليشن. هذا بالنسبة للسايزينج والفيرتكس إيج فيس أند بودي. لدينا طرق، أما الفيرتكس يعني نختار منطقة معينة من الجيومتري بشكل دائري أو شبه كرة، نختار منطقة على شكل كرة من المجسم ونستطيع تغييرها مثلا، أو عن طريق الإيج الحواف أو الأسطح أو البودي بصورة عامة. الكونتاكت سايزينج فور إيج أند فيسينج يعني بين الخطوط والسطوح. Refinement for vertex أي الكتل والحواف والأسطح. الماب فيس ميشنج للسطوح فقط، والماتش كنترول فور ايج اند فيسز. فلكل واحدة من هذه الطرق استخدام معين. فنأتي هنا إلى المش ونعمل رايت كليك ونختار انسيرت. الميثود طبعا يطلب من عندنا تحديد الجيومتري، من بعدها الميثود طريقة المش هي التتراهيدرونز والسويب والمولتزون. ومثلا نختار التتراهيدرونز ونختار جينيريت مش،
وأيضا نستطيع أن تغيير هذه الميثود مثلا مالتي زون، ونختار جنريت ميش، وطبعاً مالتي زون لا يمكن تطبيقها بسهولة لأنها محكومة بمتغيرات أخرى، فمثلاً الماب مش تايب هيكسا، سيرفس مش ميثود، بروجرام كنترول، كل هذه التحكمات يجب السيطرة عليها والتغيير بها إلى الوصول إلى تكوين مش بطريقة المالتي زون. وأيضا في طريقة الألغوريثم فنستطيع أن نختار Patch Independent والPatch Confirmed، ونلاحظ أنه في طريقة الPatch Confirmed تكون المش بهذا الشكل، فعند قطع الشكل بواسطة Section Planes نلاحظ تكون الخلايا وترتيبها بشكل عشوائي، وأيضا يمكن ملاحظتها عن طريق إظهارها بشكل ثلاثي الأبعاد. نلاحظ هذا الترتيب للخلايا داخل الشكل، وأيضا نلاحظ طبقات الإنفليشن. ولكن عند تغيير طريقة الألغوريثم من طريقة الباتش كونفيرم Confirming إلى Patch Independent سنلاحظ الفرق. نلاحظ الآن الفرق أن الخلايا تم ترتيبها بشكل نظامي، ولكن طريقة Patch Independent هي طريقة غير مناسبة لبعض الأشكال المعقدة التي تحتوي كيرفات قوية وأيضا إشكال ناعمة أو مقاسات متغيرة. هذا كان فيما يخص الميثود، لكن إذا اخترنا السايزينج سنلاحظ أنه الطريقة الأولى للسكوبينج ميثود هي الجيومتري سيلكشن. لدينا Geometry Selection أو Name Selection، أي ما قمنا بإعطائه من تسمية. الآن نبقيه على الجيومتري، فنختار الجيومتري، وبعدها نختار Type، فلدينا Element Size والSphere or Influence أو Body of Influence or Factor of Global Size. بكل طريقة من هذه الطرق وظيفة معينة. الـ Element Size هي الطريقة الرئيسية والأساسية، فلدينا حجم العنصر هو 10 مليم، فنستطيع أن نعطي قيمة أعلى مثلا 15. ونلاحظ أنه عند إعطاء الرقم نلاحظ هنا خصائص أخرى وهي الـ Uniform أي الموحد، أي يكون حجم الخلايا موحد. ولدينا الـ Growth Rate والـ Behavior، Soft يعني ناعم أي يراعي التقوس والمناطق الناعمة، ولكن إذا اخترنا Hard سيكون مجبر أن يجعل هذا الشكل يحتوي على خلايا ثابتة الحجم. وأيضا هنا لدينا الـ Size Function، نستطيع أن نغير الـ Uniform إلى Curvature، Proximity، Proximity and Curvature، ونتركه الآن على اختيار اليونيفورم ونعطي جنريت. نلاحظ كيف تغير شكل وحجم الخلايا
لأننا قمنا بإعطائها حجم ثابت، ونلاحظ أن حجم الخلايا ثابت في جميع الشكل، فبالإمكان تغيير اليونيفورم والهارد. الهارد يغير إلى سوفت، نلاحظ أنه اختيار السوفت حافظ على تقوس عند الأشكال الدائرية، تقوس أضلاع الخلايا أو قيام أضلاع الخلايا بالمحافظة على التقوس. وقلنا عن طريق السايز فانكشن نستطيع أن نفعل البروكسيميتي أو الكيرفتشر أو اليونيفورم، أي واحدة من هذه الاختيارات، فنختار مثلا البروكسيميتي أند كيرفتشر ونعطي جنريت مش. فنلاحظ كيف تغير شكل وحجم الخلايا. أيضا نستطيع التحكم بتقسيمات هذه الخطوط أي الحواف، فنستطيع أن نختار لاين ونعطي رايت كليك وانسيرت ونختار سايزينج. نلاحظ ظهر التقسيمات، هذه التقسيمات باللون الأصفر، هذه تعني عدد الخلايا أو حجم الخلايا، وهذا العدد يعتمد على الحجم. فمثلا نغير من طريقة الإليمنت سايز أي حجم هذه التقسيمات إلى عددها number of deviation، نعطي مثلا 15. نلاحظ هذا التقسيم، الآن لدينا 15 خلية تمثل هذا الضلع، نستطيع إعطاء عدد أكثر. كلما أعطينا عدد أكثر حافظ على نعومة التقوس. الآن نعطي جنريت مش. وهنا العداد يقوم بإيضاح لنا ما يقوم به الآن من تقسيم للفيس أو البودي أو الخلايا. نلاحظ عدم أخذ المش لهذا الأمر أو هنالك انبثاق رسالة للخطأ تدلنا على وجود خطأ معين. نلاحظ أنه لم يقم بأخذ هذه التقسيمات لأنه محكوم بالبودي سايزينج والباتش اندبندنت والخصائص الرئيسية للمش. وأيضا نستطيع إيقاف أي واحدة من هذه الاختيارات عن طريق اختيارها وعن طريق رايت كليك ونختار سبريس أي إيقافها، وبعد إيقافها يجب إعطاء جنريت مش. نذهب إلى الـ Edge Sizing ونعطي تقسيمات أكثر، مثلا 75. لاحظ العدد قد زاد عدد التقسيمات، ونعطي Generate Mesh. نلاحظ تغيير خصائص المش اعتمادا على عدد التقسيم. نأتي إلى الفقرة الأخيرة ونكتفي بهذا الحد من الشرح حول المش إلى طريقة فحص جودة ونوعية المش، هل هو جيد أم غير جيد ومدى جودته. نذهب إلى طريقتين أساسيتين وهي السكيونس
والorthogonal quality. فنلاحظ هنا لدينا التصنيف الإكسلنت يبدأ باللون الأزرق وهو من 0 إلى 0.25، وكلما زاد هذا العدد قلت دقة المش. ونلاحظ هنا إكسلنت ممتاز، والفيري جود جيد جدا، والجود جيد، والأكسبتبل مقبول، والباد سيء، والأن أكسبتبل غير مقبول. والأورثيجنال أيضا الإكسلنت باللون الأزرق، ولكن هنا كلما زادت دل على جودة المش، أي أن الأعداد متعاكسة بالنسبة للأورثيجنال كواليتي والسكيونس. فكلما زاد السكيونس قلت الدقة، ولكن كلما زاد الأورثيجنال كواليتي زادت الدقة. من أين نحصل على هذه القيم؟ فنأتي إلى المش details of mesh، ونذهب إلى الكواليتي، وعن طريق الكواليتي نختار السكيونس، ونلاحظ أنه الماكسيموم هو 0.77 فالماكسيموم. فنذهب إلى قائمة التقييم ونلاحظ أنه مقبول، عفوا يعتبر جيد لأنه ضمن فقرة الجود، أي من 0.5 إلى 0.8. وبالنسبة للأورثوجنال كواليتي نذهب إلى المينيمم، الأورثوجنال نختار الميثود، الكواليتي، ونختار من طريقة المش متريك نختار الميثود أنه orthogonal quality، ونذهب إلى المينيمم، نلاحظ أنه المينيمم 0.22، ونذهب إلى جدول التقييم ونلاحظ أنها من 0.2 إلى 0.69، أي جيدة. فعن طريق الطريقتين وجدنا أنها جيدة من ضمن الجود. بعد إنهاء جميع إجراءات المش هنالك طريقتين لإعطاء الأبديت. فالطريقة الأولى هي إعطاء أو اختيار الأبديت داخل نافذة المش، أو غلق نافذة المش وإعطاء رايت كليك ونختار أبديت. ولكن الطريقة الأسرع والأفضل هي داخل نافذة المش نختار أبديت، وبعد إكمال الأبديت تنبثق رسالة اللي هي information the mesh translation، يعني أعطانا رسالة أنه الأبديت كمل. فقبل غلق النافذة أيضا نذهب فنلاحظ أنه تحولت من الأبديت إلى هذه العلامة، علامة الصح، أي تم اكتمال المش بطريقة صحيحة. والآن نقوم بإغلاق نافذة المش، وهنا نكون قد أنهينا محاضرتنا التي تطرقت إلى صورة بصورة عامة حول المش، أي ليس بكل التفاصيل، وذلك التزاما بسيلباس المادة وأيضا تقيدا بالوقت.